رابعا، النبي وهو طفل اجاد اربع رياضات مشهوره في عصره. اجاد السباحه، وهو يقول احسنت العوم في بئر بني عدي بن النجار، اتعلم السباحه، واجاد ركوب الخيل ورمي السهام والجري. ايه ده؟ دي هي دي الرياضات اللي كانت موجودة في عصر النبي. أيوة، النبي أجاد كل الرياضات اللي موجودة في عصره. الله، حلوة دي. ممكن أطلب منك طلب؟ ممكن لو سمحت تهتم إن ابنك يتعلم أكتر من رياضة، خاصة السباحة، هتفرق كتير في تكوين شخصيته. أنتوا واخدين بالكم يا جماعة أنا بعمل إيه؟ أنا بحكي السيرة النبوية ولا بحكي حياتنا؟ هي ما هي السيرة سيرة لحياتنا إحنا كمان، ما هي اتسمت سيرة عشان أنت تسير بيها في حياتك، دي حلاوة السيرة، السيرة حياة.